سيد رئيس الحكومة، مداخلتكم لا تجيب على انتظارات الشعب المغربي، مداخلتكم لا تفتح الآمال للشباب العاطلين ولا تستجيب لمطالب المتعاقدين، ولا تستحضروا مآسي القطاع السياحي والصناع التقليديين، ولا تتلائموا مع الأوضاع المزرية التي يعيشها أرباب النقل من كل الأصناف، ولم تأتي بحلول عاجلة لأزمة المحروقات وغلاء أسعار المواد الغذائية التي أرهقت جيوب كل المغاربة. ولهذا نطالبكم سيد رئيس الحكومة بتفعيل المادتين الثالثة والرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة لتخفيف العبء على المغاربة من الزيادات المتتالية. حان الوقت سيد رئيس الحكومة للعمل على تفويت أصول شركة لاسامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية بغرض توفير مخزون كافي من الغازوال وضمان حاجية 30 أو 40% من المواد الطاقية للسوق الوطنية. سيد رئيس الحكومة، اتقوا الله في فقراء هذا الوطن، ولا تنسوا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.